نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عبر موقعها الإلكتروني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2024 ووفقا للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.3% بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2024 مدعوم بارتفاع نمو القطاع النفطي وغير النفطي بنسبه 3.4% و3.3% على التوالي، وحقق الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاريه نموا بنسبه 3.4% على اساس سنوي مدعوم باداء القطاع النفطي بنسبه 7.4%، فيما حقق القطاع غير النفطي نموا بنسبه 2.8%. كما سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية إذ تحسن أداء المملكة البحرين ضمن تصنيف التنافسية العالمية لعام 2024 والصادر عن مركز التنافسية العالمية المعهد الدولي للتنمية الإدارية حيث تقدمت المملكة بواقع تسعة مراتب لتحتل المركز الحادي والعشرين عالميا ضمن تصنيف العام 2024 كما تقدمت مملكة البحرين لتصبح في المركز الخامس عالمياً والثالث عربياً من أصل 170 دولة ضمن مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات 2024 والصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات وجاء ميناء خليفة بن سلمان في المركز الأول كأفضل ميناء صغير في العالم ضمن مؤشر أداء موانئ الحاويات 2023 والصادر عن مجموعة البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق العالمية وسلط التقرير الضوء على أداء القطاعات غير النفطية ودعمها للنمو الاقتصادي وتنوعه في مملكة البحرين والتي شكلت نسبة مساهمتها من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 85%،9 خلال الربع الأول من عام 2024.